الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رحب بكم في منصة البيداء برنامج أمسيات الخريف. ضيوفنا في هذه الليلة مجموعة من الشباب الشعراء، ورحب بهم جميعا باسمكم طبعا وباسم منصة البيداء. رحبوا معنا بالشاعر عبود بن سعود الجنيبي، وكذلك الشاعر عامر بن سلومة شماس، وأيضا الشاعر حمود بن سعود الجنيبي. يا مرحبا وسهلا. يا حي الله وسهلا، مرحبا فيكم، يا حي الله وسهلا في ابو الشموخ الله يسلمك وقناة البيضة كذلك والطاقم جميعا والمتابعين لهذه القناة. الله يحفظكم الله يسلمكم والعافية. كيف اخباركم؟ ان شاء الله مرتاحين؟ والله طيب الحمد لله. طيبين احنا بناخذ علومكم ولا تاخذوا علومنا؟ والله العلوم عندكم تقريبا. علوم ماشي سلامتك. ماشي ابدا. الله يحفظكم. علوم الاخبار الحمد لله، اخبار خريف وخيرات. الله الله، الله يديم الخير الله تعالى ونعمه مثل ما شايفين يعني الحمد لله. وفار هذه الايام في 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 ثوبها الاخضر. نعم الحمد لله، الله يديمها من نعمه ويحفظها من زوال ان شاء الله. ان شاء الله تعالى راح نبدا من عند ابو مهند. يا حي الله ابو مهند. يا مرحبا فيكم. الله يسلمك. ايش محضر لنا في هذه الاجواء الطيبه؟ والله اني محضر ابياتك بسيطه، وحق ظفار اكبر بالحجيجه واهل ظفار. كذلك نحن في هذا الموسم كلنا متجهين الى هذه المحافظه، محافظه الخير والامطار، الحمد لله رب العالمين، والثوب الاخضر مثل ما قلت. معنا ابيات بسيطه يقول: حب الوطن شيع اعتيادي، والشعر موجه فكر وشعور. شعور ظفار يا جنه بلادي، قلبي بحب ظفار ماسور. سلام. ارض العروبه والمبادئ، نهج السلف والدين دستور، في دربها ساير وغادي، كل يشد رحاله يزور. زور. والصيف موسمها ينادي، تعال عيش الانس مسرور، بين الهضاب وبطن وادي، سمحان ولا سهل اشور. شور. وشلال دربات الريادي، ويتوافدون تين طابور، وجرزيز ورزات الوهادي، وجرزيز ورزات الوهادي، جبجات وتعدي بليور، منظر خيالي غير عادي، جون عليها العالم الدور. دور. والغيم ممتد امتدادي، على شواه قناش بوكور. يا سلام. نفحة رذاذ وجو هادي، وبين الخماي القاع ممطور، غيم محمل في البرادي، وانت بواحة روض وزهور. زهور. نفحة رذاذ وجو هادي، وبين الخماي القاع ممطور، غيم محمل بالبرادي، وانت بواحة روض وزهور، ومع المرم ذات العمادي، تاريخ وحضارات وسطور، وانا على سابق قيادي، في كل مكان اسق الحضور. نعم نعم فيكم. وانا على سابق قيادي، في كل مكان اسق الحضور، اظفار يا غايه مرادي، من هام فيها قلت معذور، ختم الشعر هذا مفادي، جنه عباد وجنه الحور. حور. يا سلام. جنه عباد وجنه الحور. صحة لسانك، بيض الله وجهك. وجهك ابيض. الله يسلمك. محافظ ظفار اكثر والله. الله يسلمك. ما عليكم زود حقيقه. ما عليكم زود طول عمرك. يا مرحبا بن ساجر. حياك الله يا ابو الشموخ. الله يسلمك. هذا الاسم من زمان اسمعه. نعم. ايش ممكن تخبرنا عن هذا الاسم؟ طبعا هو معلم معروف. نعم. في الغربيه، وجبال من جبالات ظفار التي نعتز فيهم ونفتخر. اكيد. والله يا استاذ سالم، هذا طبعا مثل ما سلفت معلم من معالم ولايه الخيوط. نحن كلنا في القطاع الغربي نفتخر بهذا المعلم، مثل سمحان وساجر. هذا احد الملحنين استاذ، كان عندي تقريبا عم الريفي، هو الحقيقه اللي لقبني بهذا الاسم، ومن هناك ركب الاسم ما شاء الله. خلاص صار مطبوع. استمر. نعم. يعني علامه جوده. هذا افتخر فيه والله. الله يسلمك. طبعا استاذ ملحن ابراهيم المنذري. ونعم. وجه له تحيه. الله يسلمك. ايش محضرنا في هذه الاجواء الخريفيه؟ والله عندي شيء في الخريف كاتب، اذا تبون شيء. اكيد. يقول: خريف ارض الجنوب، يسعد ويبهج غلوب، يذوم من لا يذوم من زار أرض اللبان. خريف أرض الجنوب، معنى الدفاء والحنان، من لم يزورك ظفار أسميه فات القطار، مضبي وشاهي ونار، رمسة وجلسة ودان. خريف أرض الجنوب، معنى الدفاء والحنان، الكوس تعزف الحون، أنغام وعذب شجون، محلى رذاذ المزون لما يزين المكان. خريف أرض الجنوب، معنى الدفاء والحنان، من غرب ساجر لنوس، ظفار مثل العروس، طله واحلى لبوس، تحفه بهية جنان. خريف ارض الجنوب، معنى الدفا والحنان.
حنان صحة لسانك صحة بدنك بيض الله وجهك وجهك أبيض يا أستاذ الله يسلمك. الشيخ بوتيمور مرحبا وسلام يا مرحب فيك شريف الله يسلمك سلام. كيف الامور كيف الاجواء عندكم في 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 الوسطى؟ والله الاجواء معتدله في الوسطى لكن خاصه في هذه الايام تكون الاجواء ظفار يعني محل ارتياد من الجميع اكيد من السلطه ومن خارجها. لكن درجه الحراره مناسبه ولا؟ مناسبه احنا عندنا درجه الحراره في الوسطى درجه مناسبه الحمد لله رب العالمين الحمد لله يا مرحبا وسهلا الله الله يسلمك. ف احنا ايضا ما عندنا شيء اكثر مما انه نقول لك اذا عندك اي شيء تفضل. يا مرحبا والله انا والله عندي ثلاث ابيات في قناه البيداء ولو انها ما توفن حق القناه جزاك الله خير لها شهرتها ومكانتها في السلطنه وخارج السلطنه ولها اقول لك التقدير الحمد لله رب العالمين في ابراز الكثير من معالم السلطنه ومن مواهب اصحاب السلطنه والباديه بصفه خاصه. وأنا أقول قناة البيدة اللي تعشق البيدة بيدة وتستكشف على الفطرة مآثرها سلام. قناة البيدة اللي تعشق البيدة وتستكشف على الفطرة مآثرها وتكشف ما بها من دون تحديدة تصورها وعلى القنوات تنشرها تنشرها لها الشكل الجزيل بكل تأكيدة وهذا اليوم أقولها من منابرها منابرها صحة لسانك صح صح والعفو وجزاك الله خير على الرأس والعين تستاهل أكثر لكن جدنا بالماجود طول عمرك. لا لا حتى في كلام يقول ما قل ودل ودل خير سهل ممتنع جزاك الله خير طول عمرك فضل إذا عندك شيء أيضا في والله أني عندي قصيد بس غزل بأخذت يعني وتقريبا أقدر أطلق عليها قصائد الحلم يمين كان في هدف يمين عندي يمين مستهدفة في هذه القصائد الحمد لله قصائد الحلم لحد ما حقنا الحلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله بس لا تضيعوا بعدين الحلم الحلم لا الحمد لله موجود خلاص أنا أطلق عليهم قصائد الحلم هن تقريبا ثلاث قصائد مرتبطات في بعض نعم. يقول وعدني ما تصرح لي حد أنا مشتاق لك والله وبيك بيك خلاص أقول أنت مستعد تركز ثم تفهم ما يجيك أبد ما حد مخلد الأبد وركز لا تفوتها عليك أنا جيتك ولا عندي وعد وأدعي لك عسى ربي يهديك أشوفك غيم به برق ورعد وعيوني من بعيدا تحتريك وكل من لاح براق السعد تخيلته أنا من وجنتيك وعيونك لنظر شخص جمد وقف ساعة يطالع بس فيك لأنه زينك مفاق العدد ولو عدت زينك محتويك الله. بوجهك شمس تشرق للأبد وتعزلها برسمة حاجبيك ومبسم كن بحب البرد تناثر والعسل من شفتيك وانا لي قلب وبنادم يود خصوصا شاف لنعم الشريك ترابط بيننا خالا ويد ونسب غالي مثل هذه وذيك ديك. وخفوق يذوبه كثر الجهد وطموحه دائما ينهي يجيك يوضح لك معاناة البعد ويؤكد لك بأنه مهتويك ولو أن غيابي عنك بعد قصيدي اللي يمثلني يجيك لطف أرحم ترفق روف رد على من في على من في حياته يفتديك يا سلام الله يسلمك وبيض الله وجهك كلام جميل والحمد لله إنك وصلت الهدف الحمد لله رب العالمين لكن مثل ما قلت لك المرة الأولى حاول إنك تحافظ على لا لا خلاص يعني بعد حلم يحققه حاول يعني يحافظ عليه يمسك فيه أيه. إيش رأيك يا أستاذ عبود والله بالحلم يعني كيف الحلم يعني مفروض أنه مثل ما قلت تفضلت طول عمرك المحافظة عليه يا مرحبا فهو سهل. الإنسان كل واحد له مال في هذه الحياة صحيح وإذا تحققت طموحاتها وأملها وفي حياته شيء تحقق لما يتمناه فيجب أنه يمسك عليها بالنواجر يا مرحبا سهل إن شاء الله عندك شيء تريد تكمل قصائد ولا نروح عند الشباب لا عادي عندي قصائد تكمل الله يسلم طيب ما ننتقل عند الشيخ أبو مهند ماجي إن شاء الله يا حياك الله والله عندي قصيدة يقول عادي يمسك التلفون عندك يقول يعوض الله عنه ما فات في خير أمين يعوض الله عنه ما فات في خير مؤمن وفيما يكتب الله راضي راضي أعمارنا ورزاقنا والتدابير بمره ولا عندي عليها اعتراضي الله أكبر عن تجربة الأيام مرت مساير مرت علينا وانقضت بمر قاضي شفنا بها ما يدهش الحال ويثير شعور واقع بالزعل والتراضي راضي شفنا بها ما يدهش الحال ويثير شعور واقع بالزعل والتراضي متناقضة الأحداث
والعلم تبرير. مشاهد الحاضر وما كان ماضي ماضي بالموعظة حكمة وعبرة وتقدير، وفيما أرى أن الدروس افتراضي صحيح، والوقت حاصل به تغير وتغيير، ونستقبله بشعور روح الرياضي. هذه الحياة ومقبلين ومدابير، والخير فيها المرحمة والتغاضي، وهمومنا بين العتب والمعاذير أشد من حد السيوف الماضي. ونعيش ما بين اليسر والمعاسير، ونعمل ومردود العمل بالتغاضي. متجاهل وطيب وحاسد وشرير وعاقل ومتهور ومغرور فاضي. فاضي يا سلام، صح لسانك. بس أنا أشوف تناقضات كثيرة فيه، لأن الحياة متناقضة. سبحان الله. نعم. أكيد. جزاك الله خير أبو مهند، بيض الله وجهك. تسلم، عليكم زود. فإذا تريد تضيف شيء قصائد تفضل. والله يقول: يا مشهد الزين وعيوني تشوف الزين، زين رسحت له يوم شفته له بلا جدوى، أحلى صدف يا جماعة صدف الاثنين، شرح القصيدة بين التعبير والفحوى. سلام. غزلان طافن علينا شاردة من بين قطيع الجوازي وعود غاية المنوى. مرن علينا وانا طالعت بالعينين، انتاب نظرة غلا ما تحمل الجفوة، مع اختصاري ونظراتي لها تبين، مرات تصعد ومرة تكسر وتهوى، عيوني تحب الجمال وتحتفل به زين، وانت تمرن وقلب عبود ما يقوى. يا ويح قلبي اذا مروني الغالين من موقفي، واستفز العاطفة دعوة، ومر ذاك المكان بين حين وحين وخلق لي أعذار من لا شيء للأجوى، وقول عسى ولو صدفة تشوف العين اللي بلاني الغلا من شوق هنبلوى. ارتاح لا شفت لي وحدة من الثنتين، كان صادفت نورها وصدفت تروى، أروح مرتاح وانسى كلهم ودين، وارسم صورهن ولي بالذاكرة رجوى، وإن كان ما شفتهن أرجع بقلب حزين، يبين في وجهي الشكوى بلا شكوى. سلامتك. الله يسلمك، بيض الله وجهك. الظاهر الرجال حمسك الشيخ حمود. حمود نعم، في الغزل وذكرنا إلى ماضي الله يسلمك، ورجعنا له. بن ساجر، حياك الله يا أبو الشموخ. الله يحييك. والله يا أبو الشموخ، أنا عندي قصيدة دائما قريبة إلى قلبي، يقول: لا تحسب أنك شخص عدى وعادي، عادي ما ابن ساجر تخدعه أي سلفة، حلو ترى شعوري لو نجيل المبادي، مثل القبيلي ما يفلت بعرفة، عرفة العمر حسة والتجارب موادي، والكل ياخذ حسب جهده ونزفه، يا ما اخذتني فطره وتفوادي، لو تسمحي لي الوضع يحتاج وقفه. اكيد. من عاب قلبي يهتني بالرقادي، واخاف سيفك يذبح اقصان لطفه، كنت احسب اني في قساوه سوادي، وعلى بساطه وجه ما بان عنفه، الوضع ياخذ له مسار اعتيادي، كاللهل تظهر بينهم روح الفه، بس انت بانت طعنتك والتمادي، رديت روحي والزمن عاد خلفه، لا تحسب اني كنت طيب وهادي، لا والله الا في مغبه وكلفه، واليوم لما طيب الله زادي، وعلى جروحي جبت منفذ وصرفه، رديت كني في دوام اعتيادي، وشعور ميت عاد الايام حتفه، ما ادري الغانا كان عند اعتقادي ولا لقيتك في المشاوير صدفه. يا سلام. الله يسلمك، الله يسلمك، بيض الله وجهك. وجهك ابيض يا استاذ. يا اذا بغيت تضيف شيء تفضل. والله بنخلي مجال عند حمود. عادي، مش مشكلة، بنجي عنده. يقول: في واحدة كذا عتاب فيها، يقول: كلما حاولت أتناسى الجراح، وانسى اللي قد مضى عني وراح، وانشرح بالي وقلبي يستراح، عاد لي طاريك يا الماضي القديم، كلما حاولت أتناسى الجراح، يا حسين القلب ما عاد وسليم، المواجع في خفوقي ترتعي، كل ليلة ما يوقف مدمعي، طيف أحزاني ترى يسهر معي، ما يفارقني وسط جوفي مقيم، شاب راسي من تغاليب الحياة، لين صبري قد تعدى من تهاه، الأمل بالله هو طوق النجاه، يا إلهي زي حمي يا كريم، أمين. لا يكابد المآسي والألم غير من ذاق المرارة والسقم، كم واحد في عيونك يبتسم والخوافي علمها عند العليم، أكيد. كل ما حاولت أتناسى الجراح يا حسين القلب ما عاد وسليم. سلام كثير. سلام عليك. جميل جميل ما قلت. الله يحفظك. يا مرحبا، يعطيك العافيه. تيمور، هلا ورحمة. ها كيف الوضع؟ هو طيب والله، مستتب. مستتب شاد. انا عارف انه اصلا بنتلقى يعني صواريخ من شو اسمه، من الغرام ومن العشق. الغارات. نحن يمكن الليله بيني وبينك يعني بدال لا يحافظ، بدال لا يحافظ ممكن تصير عليه أشياء خطيرة. يعني الله خطيرة، أشياء خطيرة والله. تفضل تفضل الشيخ.
طول عمرك. يقول أنا روحت للدار الجنوبية وعيني من فراقك ينثر ماها، ودق القلب دقه غير عادية، وهموم القلب لك بيحت بقصاها، وكتبت شعر لك وزنا وقافية، وحروفه مذهب سبكه ومعناها، بيوته مثل ما غيمه ركامية، وتتفرع وتتباهى زواياها. الله. قصيدة من حمود ديك حصرية، على الهاتف تجيلك وانت تقراها، بهام الشعر كمية خيالية، وبهام الشرح ليموجز وكفاها، حبيب الروح لك عندي أهمية، وأمنيتي التي كنت أتمناها، أحبك حب والله يشهد علي، ونفسي ما تشكك لك مبداها، شريك العمر تعرف كل ما فيه، نعم شريك العمر تعرف كل ما فيه، وأنت لي طبيب الروح ودواها، تعاملني وتلطف بي بحنية، وروحي بعد روحك واتفداها، وزينك في البشر ما ينخجل ما ينوصف زيه، وزينك في البشر ما ينوجد زيه، أو من نورك تخجل الشمس وضياها، ولك بس ولك مبسم ولك قامة مثالية، وشعرك يكسي القامة وغطاها، جمالك حاز نسبة مية همية، وكل زينة بزينك أتحدها. يا سلام، صحة لسانك، صحة بدنك والله، بيض الله وجهك، ويغم يوم، الله يسلمك، يا مرحبا وسهلا. نريدك عاد وتضيف لنا شيء من هذا الكلام. هذه قصيدة من الأرشيف وبقولها لكم من زمان، عادي هذه. يقول رضيت بكل مكتوب من الله، عسى ربي على خير يهديني. أمين. طموحات الفتاة تملأ سجله، وحلمه له طول الفرق ديني، ومثلي صابر مهما حصل له، عارف اصمد على عسر نوليني، ومحبي له بعد وابعد محله، وجافاني وله طول حنيني، افل الدرب من اجله افله، وجيله له ترى قلبي حزيني، واقول بخاطري جعله لعله يهدي شوي من طيبه يليني، اي طيبه يليني، يا لا يا طالش عني تقله، باني تخيله في كل حيني، محب طول عمري ما بمله، لماذا يقطع الحبل المتيني، ويجفاني بلا غلطه وزله، ويكسر خاطري والكسر شيني، حياتي يا ملاك الحسن كله، منايا بين كل العالميني، وانت من هجير الشمس ظله، ولا غيرك سكن قلبي وعيني، تهد القلب وانت مستحله، وتحطه ضمن لي مستبعديني، ولا تعطف على شخص تولى، حرام الظلم بين المسلميني. الله. تفكر في الامور المستقله، وطالع لك شمالا مع يميني، وعالج موقف بيديك حله، انا انتظرك ولو طالت سنيني. يا سلام، صحة لسانك وصحة بدنك. انا ما فقدت الامل. واحد يقول لا يا زين تكفى لا تجاهلني، وتتركني بلا مرسى ولا ديره، أعاني من مجافاتك ولكني على درب الأمل من دون تأخيرة، أكابد من شعوري والشعر فني، أترجم أكابد محنتي وأجيد تسطيره، يا كم سخرت قافيتها لكم مني، وواضح لك وضوح الشمس تسخيرها، بكتب لك عناصر وانت أفهمني، وراجع كل حساباتك بتدبيره، وقارن كل شيء حولك وقارني، ورسم مستقبلك وحسابه تطويره، وتطور عالمك في العالم التقني، يبي معلومة العلم وتفاسيره، ثقافة معرفة لا شك هي تبني، ولا جهل يهدم الماي في بيره، وأنت فاهما بالمعرفة تجني ثمار العلم، وتقدر معاييره، تخير واختيارك أنت يقنعني، وقناعة شخص كم من نضج تفكيره، أرسل لك قصيدي وانتهى المعني، عسى ردك تفرحني تباشيره. يا سلام. بيض الله وجهك. وجهك ابيض. الحين ننقل الميكروفون عند الان بننتقل عند ابو مهند. ابو مهند. ابو مهند انا شفته من اول قدوم مستعد ما شاء الله يوم يسمع هذه القصايد. اولا عندي هذه القصيده اللي الحين بلقيها عليكم، هي نصيحه ابن. جميل. وكذلك ودي انهم يستفيدوا منها ابنائي وابناء المسلمين ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. جزاك الله خير. فالحفاظ على الصلاة أمور الدين نعم. جميل. أهم شيء عرفت لي في الحياة الإنسان، خاصة في هذا الزمان السريع، وزمان التقنية، وزمان التلفونات. صحيح. فهذه عبثت بأشياء وبحرمات كثيرة، عرفت لي، بين حرمات المسلمين. صحيح. لكن إن شاء الله السلامة يا رب العالمين، الله يرجعنا إلى الدين يا رب العالمين إن شاء الله. فهذه قصيدة سويتها، أقول احفظ وصاتي يا مهند، وأنا أبوك والد، وخلك يا مهند محلي على صلاة الصبح حيا ونادوك، تعال وجل كل شيء وخلي
على صلاة الصبح حيا ونادوك تعال وجل كل شيء وخلي ما خير منها ينفعك شيء وارجوك سارع وحث أخوانك تجي تصلي للخير تهديهم كذلك ويهدوك أثار وجه النور فيها التجلي مساجد الله للعبادات مبروك من جالها يد الفرائض مهلي ومساجد الله للعبادات مبروك من جالها يد الفرائض مهلي من لازم القرآن واذكار مشروك في كل روضة خير ما حد يملي الضيف ضيف الله والإنسان مدروك والعاقل اللي كل واقع يدلي الضيف ضيف الله والإنسان مدروك والعاقل اللي كل واقع يدلي كثرت على الدنيا مفاهيم مشكوك وسلك طريق الحق عن لا تزلي رسولنا بين ومواثيق وصكوك اللهم صل وسلم عليه رسولنا بين ومواثيق وصكوك والمسلم ملموما أبد ما يكلي والهدي واضح يا مهند ومسبوك وتمم علينا الدين ما فيه يلي وادعوا لسبيل الخير يا رب طاعوك والله معك موجود في كل حلي واترك جليس السوء وإن كان يدعوك تأخر صلاة تقوم خله يولي وادعوا لسبيل الخير يا رب طاعوك والله معك موجود في كل حلي واترك جليس السوء من كان يدعوك تأخر صلاة تقوم خله يولي ما ينفع متابع سنابي وتكتوك أحذر ترى شيطان هم مستغلي تمضي الحياة وكل شيء بعد متروك أعمال قبرك بالصلاة متعلي وخلك مهند يا مهند وانا أبوك سيفا على رقاب المعادي يسلم سلام الله يسلمك والله يحفظه إن شاء الله ويعطيه الصحة والعافية ونتمنى له مستقبل أفضل بإذن الله أمين يا رب جزاك الله خير بالنسبة قصيدة عندي من فترة قديمة ولكن أحفظها ولا زالت هذه القصيدة موجودة وأقول يسافر فارس المعنى ويدخل له بالعنوان يكلف وقته الفاتن وقصة حب يكتبها تراود هاجس فكرة ولملمها مع الوجدان يعاني من جروح الوقت تدميبها مخالبها توهج من زمن ضده بدا يهدي له الحرمان تجارب وزمن رحلة وكل يوم بتجاربها يشوف الناس من حوله ومثله تنظر العيان لكن سرها سيرة كيف ما يقدر يطالبها سلام عبق ورد زهور بتولته في تولة الريحان عصر ليمونته وانشه وبعد العصر ذوبها على مقصد من الحكمة يغنيها لها الفنان صرا في هاجس الليلة وفي صوته يهذبها يروج بالشعر معنا مثل ما روجت الألوان وتقدر لو تقول الشعر من طيبة يخضبها شواطي والبحر بندر وله مرسى على القيفان يسير الحبر في كف القدر تجري هبايبها لا يسير الحبر في كف القدر تجري هبايبها ولو معاتب الكلمة خذاها بالوفاء والشان قحطها صادق الوسمي وتمطرها سحايبها جفا بين الشتاء والصيف حساب نكذب الإنسان غرورا في حساباته ويوم الغد يكسبها ألا يا دمعة تذرف وتنزل عارض الأوجان تشاكيني بمحسة ولا تطفي لهايبها وهذا اليسر من أمر يطف لزهرة البستان وعمري ما قطف زهرة من البستان وانضبها سلام أوازن مستوى شوقي ولا راضي ولا زعلان حزن وفرح مشهودة وبالعاني ألوذبها أسالمهم وفديها بروحي يا عرب مجان غريب البعد في قلبي إذا عيني تحاسبها رسمت الذكر بالصورة على التكبير والأذان أصلي وارفع كفوفي على الدنيا وعاتبها صفات الحب والدنيا قداول فايضة غدران وكل يشرب بكاسه ويغليها ويندبها خضم عبرة وصرخني وقسم شوق هانيران بنبرة صوت للحاضر وماضيها وصاحبها نجوم الليل تسريبي وهي جان البحر طوفان وموجه يكسر العالي وتياره يغالبها وعندي درب وخسارة وهي مبغابة الوديان وانا بدوي على كيفي ارتبها عموما قصتي تبكي عوامل واذكر ميزاني حكم من يحكمها وعشنا في تجاربها سلام. يا سلام الله يسلمك جزاك الله خير ابو مهند نريدك عاد تشوف لنا شيء من روايعك الجميله والله هذه انا سميتها بعنوان رحله العمر واقول اللي يحب الجميل ولا يرد الجميل ما ينصف الناس اللي ما ينصف حقوقها الوجاد كف النديم ما روي كف البخيل والشجرة اليابسة ما تنبت عروقها كل واحد في حياته من حياته يكيل وارواحنا عند رب العرش ويسوقها والإنسان يحمل أمانه والله لها وكيل لا تأخذ حقوق ناس الله من فوقها كل المحاسب أمام الله قايل وقيل والحق نوره كنور الشمس وشروقها ما حد على ظهر الدنيا آيلة للرحيل باقي مدام النبي راحل وفاروقها
والعمر في ذا الحياة يمر عابر سويل تطوي سجلاتها ومزرف لانوقة الصبح عقب الصباح والليل يتلاه ليل كل الصحايف عليها ختم موثوقها والعبد في رحلة العمر القصير الطويل يجني ثمر نخلته من طالع عذوقها صحيح والعبد في رحلة العمر القصير الطويل يجني ثمر يجني ثمر نخلته من طالع عذوقها ما الله خلقنا عبث من دون هدي ودليل حتى غوادي الطيور رزق بحلوقها والعبد في رحلة العمر القصير الطويل يجني ثمر نخلته من طالع عذوقها ما الله خلقنا عبث من دون هدي ودليل حتى غوادي الطيور رزق بحلوقها والناس عاشت على شربه وزاد قليل ما تحسب حساب غاليها ومرموقها ومن تجربة كم عام وسابقة كم جيل ما قدروا كم حاصلها من فروقها وبعض الحياة الكريمة لو نحط ونشيل ما تسلم نفوس كل الناس من عوقها السم مخلوط بالنعناع والزنجبيل ينهيك مفعولها ويكيفك ذوقها والخبث من داخل النزعات يقدح فتيل والنية الطيبة كل واحد يبوقها الحق ما يقبل الشاهد دفاع وعميل كم شاردة بالنهاية تم ملحوقها هذه الحياة العمل والحمل والله ثقيل كل البشر تحمل أمانة على عنوقها يا الله في رحمتك لاجي بعطفك دخيل وخطوات رجلي لباب المغفرة سوقها يا كثر زلاتنا فوق البسيطة نعيل بصيرة النفس في غي الهواء شوقها يقول يا كثر زلاتنا فوق البسيطة نعيل بصيرة النفس في غي الهواء توقها بكرة نحاسب عليها والرحيل الرحيل أعمالنا زادنا والقبر صندوقها الله يسلمك وعمرك طويل إن شاء الله. طويل وعمرنا إن شاء الله. قصيدة ما شاء الله يعني جميلة وفيها من المواعظ. تسلم. حياك الله أبو مهند إن شاء الله راح ننتقل عند الشيخ بن ساجر. استاهل. الله يعطيك العافية. حياك الله. الله يحييك يا أستاذ سالم. أستاذ سالم يقول لك في خفوقي يلقى شوق واهات. حلو. وإحساس غيس في هيام العامرية. كم لي أحبك حب ما له نهايات كني معك عايش نعيم وبرزخية يا جوا روما ولا باريس بالذات على جبينك والليالي اللندنية حتى خدودك للسكك والمحطات ما بين روح أهل المشاعر وجية ما زان وجهك ميكة ودهن خلطات اللي تغطي كل عيبة خفية ما زان وجهك ميكة ودهن خلطات اللي تغطي كل عيبة خفية يلي حلوك فاق كل الحلاوات وصفوف رمشك غافلة عسكرية أما الحواجب ذابحة للمسامات نيران سلي والرصاصات حية في كل غارة والتحام الزعامات رغم تصدر إرث جالك وسية ولا لسابع كأنها عود كتكات والفم مشمش والحكي سمسمية أما عيونك جامعة للحكايات عن سر بابل والحياة البربرية يا من عطاها سد كل احتياجات كأنها ميرة حالمة تغلبية يا ليل ودي من عظيمة تحيات أوزن وأرسل حبكة العبغرية وأعزف الحوني في جميع المغامات الشجن غربي والهواج الساجرية الهواج الساجرية صح لسانك صحة بدنك إيش رأيك تضيفنا شيء عادو اللي من والله في قصيدة كذا جات على شكل مجاراة جميل في أحد الأخوات بدون لا ندخل في التفاصيل يقول في أرض صعد أنا بديت يقول في أرض صعد الجو نسناس وغيوم بالسيوح حيما سبلت مزن أصحاب صوت المطر يطرم من كان مهموم وحديث صعدة يرجع الشيبة شباب يجاريني الشاعر مسلم شماس أبو محمد قال سلم على صعدة سلاما من اليوم كثير لا ينعد على أرقام وحساب وقل لها الديرة عسى غيثها دوم يروي سيوح البيد وتلال وشعب سلام ودخل معانا محمد على عكعاك حلو أرسعدوني قال صحيتني يا بن سلومه من النوم وافتحت لي بالشعر ابواب وابواب صعده صغاها الله من غيث مقسوم وانا في وادي اشتكي هجر وغياب مجموعه شعراء اللي ممتاز ممتاز بن عيسى عكعاك قال حطيتني في داخل الود وعزوم ازور صعده لو على ضيم وحراب يا بن سلومه شاقني حرفك احوم حتى اشوف الدار وعزز اركاب الله الله جانا بيرخم عمر حاردان معروف قال لا فرج جناحك صقر متعود الحوم ما دام صعده قد حوت كل عجاب عزمك قوي وساجرك ينتخيوم حل الطلم من واهج الوقت ما ذاب سالم شماس برعاريت ولد عمي يقول يا بن سلومه تنحدر من راس غوم ما تنثني للوعر والدل الصعاب
وإذا طلع لك داعيا ولا لزوم من لبس أجر تنتخي خلفك ركاب، والناس دخلوني فيه بداه إني عاشق وتعرف هذه السوالف. هذه المجموعة الشعر الموجودة. الله يسلمك. الله يعطيك العافية. الله وجهك. وجهك أبيض. ما عليك زود. شيخ أبو تيمور. يا مرحبا وسهلا والله. شوفك كذا ما شاء الله أنت دائما. الحمد لله رب العالمين. على قدم وساق. على قدم وساق. الله يسلمك. يا مرحبا وسهلا. ما أعرف إيش السر في قناة البيداء. لما تزيد النشاط عندك شيء. إن شاء الله. قلنا شوي هو هذا اللي نحن نرتجيه يعني. أيه نعم. لا هذا موجود. قصيدة يقول سلامي والتحية والسلام بيوت الشعر نارا تتقد. هذه قصيدة من الأرشيف. نعم. يقول سلامي والتحية والسلام بيوت الشعر نارا تتقد، أحس إحساس حرمني المنام وعيني حولت جفني سهد. كفاية يا تعاليل الغرام أسامر طيف لي جفنه رقد، يهقد الجفن في وقت الظلام ويقرب لي مسافات البعد، وينسق لي خيوطه بانسجام ويعيشني معه جزرا ومد. غلبني في طيوفه يا حرام وحرمت الراح وعشقت النكد، مدارات الفكر حسب المرام أجندها ونالي مستعد. عشقت الطيف لو ما له نظام يجي ويروح ويخلف وجد، شعوري هم وإحساسي كلام أجيله والقلب برق ورعد، ويدوي من حنينه ما يلام لكن يحصل على كم ينرد. يقول أنت مجرب كم عام ومرة يبتعد عني أبد، ويعلم في لسانه لي خصام وأنا خابره شوفي له سعد، وشوفه لو على عد الأيام هلا به مرحبا وبلا عدد. صحيح الشعر، صحيح الشعر من مثل الكلام لكن يثر على روح وجسد، يخاطب حس ويخفف ألام ويدمي الجرح ويداوي بعد، ويبري هم ويعالج أسقام ومورد فيه ويقوم بلد. صحيح الشعر من مثل الكلام لكن يثر على روح وجسد، يخاطب حس ويخفف ألام ويدمي الجرح ويداوي بعد، ويبري هم ويعالج أسقام ومورد فيه ويقوم بلد. واللي مثلي عموما ما يلام أبي حقي وخصمي مستبد. ختام الشعر يا مسك الختام تحية شوق من كف المعد. يا سلام صحة لسانك. صحة بدنك. بيض الله وجهك. يا مرحبا. رغم أنه الشعر هو في الأصل كلام. كلام لكن الشعر يعني تأثيرها أقوى من الكلام العادي. أكيد أنه الشعر تميز في الكلام. الكلام هو الشعر كلام. صح. حتى هذا في اللغة العربية. صح. فالشعر اللي يتميز عن النثر أيوة الكلام العادي هو تميز بالوزن وبالغافية. نعم. نفس الشيء التأثير للمتلقي أكثر ما شاء. أكيد. لو قلت لك أربع أبيات أبرك لأسوي محاضرة ساعة أو ساعتين. صحيح. حتى في بيتين تكفي عن شرح ساعات. ساعات نعم. شكرا يا أبو تيمور جزاك الله خير. بنروح عند أبو مهند. أكيد مستعد لنا أبو مهند. حياكم الله يا مرحبا. الله حيك. أنا عندي أبيات فيها أقول الناس يا زين تنشدنا وتسأل عليك. الله. الناس يا زين تنشدنا وتسأل عليك ونقول ما نعرفك إلا وأنت فرس. بعيوننا غير شخصيتك وحنا احتريش حبك خذالة مساحة في القلوب انغرس. أميرة الحسن. بعيوننا غير شخصيتك وحنا احتريش حبك خذالها مساحة في القلوب انغرس، حيث المشاعر ولو حسيتها تحتويك ومن هيبتك كل من وقف أمامك خرس. أميرة الحسن كم قلب معذب هليك والطاقم بكمله يمشي وراك محرس، أوامرك نافذة ونقول تسلم يديك في كل ساعة وحين أرجوك دق الجرس طلابنا حاضرين ندري هدفها تجيك عيونها فيك لا حذاكر ولا درس. يا سلام. الله يسلمك. صحة لسانك. صحة بدانك. زين تضيفنا بعد شيء من هذا. هذه ردية بيني وبين الشاعر عبد الرحمن بن إبراهيم الحكلي العمري، هو عمري من الحكلي وأصله من جوفة كانوا أهله، الله يحفظه في السعودية ومواطن، وتعرفنا في قروب شعر الخليج. ويقول عبد الرحمن قال يا مرحبا يا حكيم الرأي، كلمتك واجب نقدسها، الناس راحت جزر هواي تبحث عن اللي يونسها. أقول إني يا أبو إبراهيم يا منواي مثلك خويا ينومسها، لا تشغل الفكر رايح جاي وأفكار غيرك تحسسها. الله. قال يا أبو مهند على مبداي بالعرف والشرع قايسها، إبليس ينشر لحون الناي وحنا التلاوة ندرسها. أكيد. أقول لها الشرع بهامر ومنهاي
وكتاب الإسلام أسسها، لا تمدح اللي لعب بالماء لو شجرة الطيب غارسها. سلام عليك. قال عبد الرحمن يقول يا أخوه بكرة يجيك الجاي كل الشرايع عين أحسها، والفارس اللي رجع غزاي كل الوسائل يعسعسها. أرد عليها أقول له دايم تهدد على مرماي وصدها دون حارسها، لا تنافس الكاتب القراي والأربعة فوق خامسها. صحة الألسن، بارك الله فيكم. فالحين عندي بيني وبين سالب ربيع مراد أنا وبنفس الشيء، الله يحفظ المهندس سالب ربيع، كنا نتمنى يكون عندنا في هذا، يا ريت والله، ولكن شاءت الأقدار أنه ما موجود في محافظة ظفار. فهذه بيني وبين مرادات من زمان، لكن حبينا أن ننقلها عبر هذه جميل القناة الجميلة. وبداية سالم بربيع يقول الوقت مثل السيف يقطع مجاريه، والناس في غفلة والأيام تجتاح، والعز مطلب والعرب عايشة فيه، ولما بنا مسكن شكى عصف لرياح. صحيح. أرد على الشاعر والمهندس سالم بربيع أقول له مهندس الأفكار زانت معانيه، يرمي أهدافه بس للحين ما باح، ودي على دربها داخل وجاريه، ولا زلت أبحث بالنتائج والأرباح. السلام. الرد من سالم بربيع يقول الدرس تعرف من فصوله مبادئه، والعاقل اللي منهجه حب وصلاح، واللي على اللوفات كثرة مساعيه أكيد بيلقى توافيق ونجاح. صحيح. أقول له تقلبات الوقت تعكس نواحيه، وتغيرات الوضع في درب أشباح، والحاصل اللي جاك في يوم داعيها أغنم بساعة وقتها عند الأفراح. الرد من المهندس سالم ربيع قال من ما يحط الباب الأمال توجيه، ضاع بضباب الجو ما بين الأرياح، واللي يضبط كل موقف يواحيل، وطاحت أصناف المحاصيل ما طاح ما طاح. نعم. أقول له النوخ ذا قصة دقل من عراويه، والبحر هايج موج والليل مزاح، أسد الظلامة وين دربه يجديه، والبحر فيها ألف مليون تمساح. رد من المهندس سالم ربيع يقول يا قاري التاريخ أول وتالي، البر ما ينفال من غير سباح، والمركب المبعد سليمة مجاري يوم القيادة ثابتة متزحزاح. أقول لها تغيرات أقلام حاضر وماضي، وتفاقم الأوضاع في حلبة كفاح، والمركب المبحر بعيده مراسيه، ويقنت بما يكتب الله بالألواح. الرد من المهندس سالم ربيع قال دام الأمل موجود والناس ترجيه، الله كريم وبرق الأمال لواح. صحيح. ولولا الأمل والصبر وأكبر مناويه، الإنسان ما يحلم مليون قرداح. أقول له كل أن يغذي من معينه سواقيه. صحيح. والرجل بفعاله يقلد له شاح، كلنا يغذي من معينه سواقيه، والرجل بفعاله يقلد له شاح، والنفس طماعه وتامر، وتنهيه بمساومات المصلحة راحة أرواح. يقول المهندس سالم ربيع قال فرصة ولا فيها غنايم ولا فيه، الموقف المنشود ما يسوى جرح، لما الشتاء تبرك طمع من معاطيه، والنوف واحد فوق توليف الإصلاح. أقول له هذا المساعي والهدف دوم نرميه، والحسم فيها دور جدي ومزاح. صحيح. كل ما يمر الوقت جانا ونعطيه، والوعد قدامي على غاية تراح. صحيح. قال سالم اللي سبح في بحر والموج عالي، يجني صداف اللول واضح ولماح، وان ما كسب رايه وحظه امواليه، الراي تخسر به وتجني به ارباح. اقول له بعيد عن درب العتب والمشاريه، افكار والواضح ما يبغي له يضاح، أقوام بادوا غرهم من طمعته، ولا ودنا يتفاقم الوضع يا صاح. صحيح. يقول مهندس سالم ربيع هذا السبب اللي ودنا ما نعاني، حيث التفاقم ينتشر ليل وصباح، والناس اللي تشعر بما نشعره ليه ما تفتهم، وكل سماح رباح. أقول له التضحية بالحل عندك وترضيه. أرديت عليه أقول له التضحية بالحل عندك وترضيه، وانت وسيط وفي المحطات ملاح، عشان نكسب بن حميد وبن اخيه، ومن شن غارة سالم الزير نرتاح. والسلام. الله اكبر. صحة وسلامة. صحة وسلامة. هذا الابيات من زمان قديمة. جميل.
صح لسانك وبيض الله وجيهكم. وجهك ابيض. الله يسلمك. يا اخي في قصيده مرت علينا قلطان. والله هذه غلطانه شباب مسكوها علي، واني بصراحه كنت ذاك اليوم فاضي ما عندي شغل، فسبحان الله تمر بعض الاشياء في يوميات الانسان، فاتصل علي حد غلطان ومسكت فيه، تشبثت فيه وقول له من وين وكذي، وكنت فاضي. بعدين كتبت هذه الابيات بسيطه حد غناها من الشباب الله يحفظها، واقول دقيت لي غلطان ومتعمد، قالت تراني اسفه غلطانه، افكرك احمد طلعت محمد، وانا محمد ما تصل نجانه. قلت اصبري والعاجبه ما تحمد، صوت الجذب لنفسي الولهانه، احس فيه جوارحي تتجمد مع كل ترنيم عزفت العانه، بالله حطيني حبيبي احمد احبنا الموسيقى الرنانه. قالت حرام بصوتنا تتغمد، ما اعرف كنت وين بيت خانه، ارجوك سكر هاتفك لا تجمد، طفشتني وانا ابعد طفشانة اكيد. اصبر على نفسك وجرحك يضمد، بيساعدك فيها زمن نسيانه. يا كيف بنسى صوتها كيف اصمت، صعبه عنيده شكلها بطرانه، دقيت لي غلطان ومتعمد، قالت تراني اسفه غلطانه، افكرك احمد طلعت محمد، وانا محمد ما تصل نشانه. سلامتك. الله يسلمك وبيض الوجه. وياك ابيض. حياك الله بن ساجر. حياك الله. الله يحييك يا ابو الشموخ. الله يسلمك. تريد شيء في الريفي؟ زين. هذه طبعا دبرارة كلمات الوالد الله يطول بعمره سالم حال سلومه ان شاء الله. امين يا رب. يقول تعبور بس نكلمي زو او تم ثريط انا عن بي تفرح عن بيش البير حطلوف وبير كيني شعاد عكير بهيش دورن بكيزيت عكاان تودنا غريب عسيس يقول يركو إذ بهم يطلب لي الجاد بهم يرحمون تغير من دوثي ومغلي الله نطير ده كالبنيت عسلت لي كول بيبري السير حد الخطل شمع انصبت بين حبي سلام برام كزن بيت عفيف لعود لك تيري هبر سوق هم تاريخ بيد حوت الثير بتوق من بيت سينيا حد ينزب الثلاطة جيل الهير القدف كبير البرتي يقول لي بكل جزي الله عبور بس نكل ميزو نتم تري طنعم بي الله أكبر. وبطيف بعد وحدها لجدي اسمه الله يرحمه ابن ساجر ما شاء الله بالعربية وبال سعيد علي سلوم شماس والد الشاعر سالم شماس برعانريت ونعم ونعم بحالك يا عمر ياسين لحسين ريت باقودي الكور لان ياسينو دي نفس كون قريب تكون دعور شرح باقك مسلم بسكير انا العور بيخلك لجيسيت كبرت فول سعيد حور جون الحجاج لصالح حكر بسنت بخو هو هيرسوني اللي غجك بتصعدي دين كون دعور هير حضرك بجرب دعوه لصنح كلت حور باقك اللي سبدتك عاد بيلت عبي صور بي حين العرنك عاد تكون سيس بو اغلبت من دوني ربنا لسه لو مثلا كو من دفون داك جيت تفوتك بالصور بس نبيك اني تغرف بتشط على فهور بكل عصر بيكيلش بذن تد من انضو اكل بثير من طير داك ومن طير حصل ملي كو ايك ازع هير طلع فخرة باعو فور دين طول بكش بكش الجوف بس كح سكح الجو بلش يم خطي لتا دقاش بور بدايه فوق بقدرت حط بريك نشيس نبير سيل حور يسين لسهلاري تباغون دي الكور وسوال ان شاء الله سلام بخبرك بعض قصايد النانا للوالد سالم محال سلومه الله يطول بعمره وكذلك شعر المرحوم مسلم دعك عاك فالوالد من نوع اللي مشاكس يحب دائما قلبه خضر ما شاء الله رد قال له مسلم الله يرحمه ينادي يزعلك تحط طير علمي بهات عكيد فوتر تكسكي بهمي ينادي يزعلك تحط طير علمي بهات عكيد فوتر تكسكي بهمي ابتدى من يوم مسلم عمره البند اللي هو المحدث لجي والبند اللي كلامي هري لا تعبط له بدي له بالزمي الله صح لسانك صحة بدنك بياض الوجه وجهك ابيض الله يسلمك عندك شيء تريد تضيفه تفضل والله في وحده عتاب يا غالية ما جاء على البال هجرك وانا معك وافي وانا تحت امرك ولا حسبت ولا توقعت قدرك حتى غديت اليوم ضمن الضحايا يا غالية ما جاء على البال هجرك بس غيروك أهل الحسد والوشاية بنيت لك بالقلب أكبر مدينة أما الحواس الخمس عندك رهينة وإشعاعات غيرها هات روح الدفينة والضيق والحسرات وسط الحنايا أبات طول الليل تذرف دموعي هم وجروح وشوق يسكن ضلوعي أعشق ثرى وطنك وتلك ربوعي وصورتك ذكرى حزينة معايا إن جيت أو مريت قدام بيتك أشتاق الأول يوم فيها لقيتك برحل من الدنيا وعد ما نسيتك هذا كلامي واحتفظ بالوصايا يا غالية ما جاء على البال هجرك بس غيروك أهل الحسد والوشاية مشكلة صحيح الله يعطيك العافية الله يعافيك بيض الله وجهك وجهك ها شيخ يا مرحبا تيمور حي الله سهلا
شوفك كذا كأنك ما شاء الله مجهز. والله الحمد لله زينة تجي زينة وبنجوز في الماجود مثل ما يقول. ما تقصر. بنستعيد من الذاكرة القديمة وبنستعين بالأرشيف السابق. حياك الله. يقول مكانك من يعوض لك مكانك، مسيطر على العروق الداخلية، ما دام سقيتها فايض حنانك تجمل خلها تحيا شوية، فلا تجاوب صح الله لسانك، نبي كلمة تزيد المعنوية، فلا تجاوب صح الله لسانك، نبي كلمة تزيد المعنوية، وانا والله لو اني مكانك وسمعت الشعر اللي ينقال فيه، وانا والله لو اني مكانك وسمعت الشعر اللي ينقال فيه، لجبت الورد وهديته عشانك، وطفت السوق وهديتك هدية، لكنك انت نادر في زمانك، جمال وحسن ويرنا جاذبية، تخبي السحر في نظرة عيانك وتخبي التوت بالشف الندية، تراهن ثم تكسبها رهانك، بزينا ما نخلق بالناس زيه، لكن عندي طلب لها انشانك، وقول التم لي فيها عنية، إذا حرمتني قمة حنانك فلا تقطع سلامك والتحية. حيا الله يسلمك. يا الله يسلمك. جميل ما قلت حقيقة. طول عمرك. إذا طيب. تريد تتابع القصائد الكلام جميل. يقول يغار الحسن سيدي من جمالك، شفاتك مبسمك قيدك عيونك، بهاتك طلتك هيبة دلالك، جراتك حكمتك رقة سكونك، مهيب ولا أحد يشبه خصالك، جميع الخلق في الأوصاف دونك، دخيلك شوف لي يهوى وصالك، ومل الناس والدنيا بدونك، أنا وقلبي وتفكيري حلالك، فدالك دامهم كلهم يبونك، مدام الجو في كوني صفالك، تفضل أسكنه شيد حصونك، أبرسل لك قصيدة قلت هالك، عساها تعجبك توصف فتونك، لك بعثها مسج والشوق قالك وتقراها بوار التلهونك. يا سلام. يا سلام. صح لسانك. صح بدنك. الله يسلمك. جزاك الله خير أبو تيمور. طول عمرك. الله يسلمك. حيا الله أبو مهند. الله يحييكم. كيف الأمور؟ والله طيبة. إيش محضر عادك لنا؟ والله كثير، لكن بنجيب لكم الحين واحدة تقول يوم لطف الجو خلى الجو يتلطف، طالبك إنك تلطف جوي الهادي، يا باهي الزين فيك الزين متولف، شخصيتك من هدايا رب العبادي، فاتن جمالك بأحلى زين مستوصف، من حيث يعني جمالك ما هو بعادي، تسلب قلوب وتعاني منك وترجف، وسهم المنايا برمشك حالي الجادي، إن شفتكم قلت نبغي صدق نتعرف، أحرقت قلبي بنار الحب وقادي، ولي مثلكم في ودادي جدا نتشرف، من حقها تحتفل بالغالي بلادي، مريت دارك وقلبي عندك توقف، بطلت كل التحفظ واكبر عنادي، لو والله اني اشوفك صرت متلهف، ودعت ربعي وصوبك يت منقادي، لا والله اني اشوفك صرت متلهف، ودعت ربعي وصوبك يت منقادي، ما قلت لك اه بس القلب متكلف، وحرات الاشواق للغالين تزدادي، شعوري تجاهك بذاك اليوم لا يوصف، كاني على ضوء شمعة عيد ميلادي، رحلة ربيع وخريف والشتا صيف، وايام عيد المحبة صارت عيادي، وطلاقة لمس بعيوني بدأت تنشف، اسبق خيالي ولك يحديني الحادي، وعد التنازل بدأ بأيامنا يحذف، بكرة حرام من مسافة حسد عدادي، بكرة حرام من مسافة حسد عدادي. صحة لسانك. دانكم. بارك الله فيك. واحدة نكمل. كمل. واحدة يقول كنت طايح في السرير ملازمة بعناية، وتاخذ الحمى علي كل ساعة دورة، أتقلب والمريض بحالته متلاية، دون شخصيته تحس الناس له بشعوره، منتظر سستر تجيب الإبر والسقاية، حالتي متوسطة من الحالة المخطورة، أنتقل وأدور بمساعد على الكرفاية، من هنا وهناك والحالة كذا مجبورة، أسمع الحركة وصوت وكلمة المهداية، قمت وأقول الله جعلها عسى مسرورة، طالعت عيني جمال اللي جماله هاية، عزه وحشمه بزين الفاتن الغندورة، العزيزة الطيبة والغالي المسماي، يعني الفجه زيارة فاطمة الدكتورة، جاتني وصولها خفف علي ذايه، يكبر ميزان حسنتها وهي مشكورة، قلت يمكن والسبب أنه يكون دواية بالزيارة اللي خذتها طيب المذكورة، يا عساها ترفع الحسنة وتمحي سايه، ويا سلام الله على وجه نشعشع نورة. نورة. صحة لسان. صحة أبدان. ومهند. صح بدنا. كمل. كمل.
يقول أتذكر جوج بخيوت ومطبة حلو وضبيت الوادي وشلال السواقي والطبيعة والحياة المستتبة والضيافة والتجمع والتلاقي والبراد ونسمة الريف ومهبة والرذاذ الموسم يلف استباقي والجبل كأنها من السحب يتشبه تشعر أنها بينها مشوق وعناقي هابط الشلال والوادي مصبة ما قدر يستوعبه واسع نطاقي بينما المزيون ما هي مر قربه وترتويها الساقية من دون ساقي والجمال اليوسفي معطيها ربه والحلا والزين والمزيون راقي آه من شاف الذي شفنا يلبه يا شعوري هم روحي واشتياقي يوم لديت النظر والقلب شبه ذاك لي والله وداعه ما يطاقي شوش الرادار من فكري لعبه والجماعة شوفهم لخبطه وراقي والله يعطي إن شاء الله الصحة والعافية شلها مفرج الصيعري تاز موجودة في اليوتيوب أكيد اليوتيوب نعم حياك الله أبو مهند ما قصرت وراح ننتقل عند الأخ بن ساجر حياك يا أبو الشموخ الله يسلمك نحن يعلم الله أننا سعيدين معك الله وأنا سعيد كذلك الله يعطيك العافية يا أبو الشموخ يقول مرة بس جاتني كذا أبيات وجاروني مجموعة شعراء يقول يا حي وجه ما رضخ للمساحيق ولا تعود للإبر والعيادات يشع نوره مثل ومض البواريق ما هو فلاتر زايفة بالسنابات خرشوبة ما تنحني المخاليق حاشا عليها تلتهي للملذات الهائلة بنت الشيوخ المطاليق من زالها فوق السحب والمجرات متميزة في لبسها والتناسيق ما قرها موضة جديدة العبايات جاراني الشعر مسلم شماس برك حموم عورة عينه تمزق مرهف القلب تمزيق انفال راسه من سهامه سلامات ويش عادل وينفط حواجيب ويفيق ويصغيك من شهد الأحاديث جرعات وانت على الهاجوس تنشد طواريق والهام حسك مثل شلال دربات وترمي وراك الهم والقم والضيق وتعيش دنيا الحب على كيف ما جات جارنا الشاعر الكبير أبو غيث وأنا أفتخر قال اللي عشق خير السلب والتلاحيق وعلى كتوفه من جبال المهمات اللصل يعشق من زيان المخاليق اللي تقدس طهر سامي وعادات لهفي عليه شامخات المطاليق لما تكابر بالنسب والجمالات ما يوم ترك على الملذات والضيق حاشا عليه أن يلتهم بالملذات جارنا محمد عبيدان العمري قال بنت الكارم اسمها يذهب الضيق من حيث ما حلت ومن حيث قد جات قد قال بن ساجر والشعر توثيق وأنا علشان عملت المجارات يا شاغلة ذهني وأنا على الريق عطني وصوف الصدق بس الروايات أدري بأن الدار فوقه مغاليق وأدري مغام الناس ولا اعتبارات بس الزيارة فرض ومرة توافيق ويكون للشعار بعض الخيارات صحيح قال محمد علي عكعاك جارانا الظاهر أن الوقت بعضه توافيق تصادفك في طرف تيمة بشارات حتى الفواد اللي تناس الطواريق دقات نبضة تمتلي بالعبارات يا بن سلومة وانت نسل المطاليق لي ما يجيبوا لك علوم الخسارات نعم. عينك تنقى مثل صقر الشواهيق ولا تشتتها كثير الخيارات والهائلة لي ساكنة بالمعاليق من حقها تحتل كل المسارات ما هي بحاجة مننا لتساويك متعودة تكسب جميع الصدارات وسلمتم الله يسلمك الله يعطيك العافية ما قصرت والله ها الشيخ أبو تيمور يا مرحبا وسهلا والله الله حيك حياك وسهلا احنا ترى تقريبا يعني قربنا على ختام الحلقة نعم فإذا عندك شيء من روايعك جميل نسمعه طول عمرك ولعلك مزود احنا ترانا مستمتعين في اللمسة عندكم طول عمرك الله يسلمك واكيد ان ما بنخبي شيء ونعرفه اكيد اكيد لان مثل ما يقول الغالي للغالي والله انا أذكر أخوي واحد صار مني مسوي قصيدة كذا وأنا ما أذكر شيء منها غير هو كان موقف كذا صار عنده يقول ياخذني الشك بالهمسة وبالبسمات ومثل هذا عناد نفس ما دانيت عودتها دوم ترقي عاليا رايات وناس من ذا الوصف أنا عن حبهم صديت وأنا جاريت عليها يقول رحبت بالجيل من قلبي 10 مرات أهلا وسهلا بمن نعم رحبت بالجيل من قلبي 10 مرات أهلا وسهلا بمن خط مثل حييت عادها الكميزة من سابق الأوقات سوق المثايا المزين قافها في البيت وانتو الكم في المعزة والفخر عادات كرم وشجاعة
ويوم النائبة تثبيت سلسل معاني رسمتوها على الصفحات يميل قلبي الهاب الثانية وصغيت وشلون بوقف عن انداكم ترى هيهات ما دام روحي بجسمي باقي وحيت ويا ابو عيونك حيلة تتلف النظرات حركت جيشك على ضيفك وبه فاجيت لكن سلامها بيوم بديت بالبسمات حتى جليسك يقول اني انا اطمنيت ما حسبت للنقد من نفسنا الهاشيمات وتعرف دلائل وانت منها عانيت قدر مواقف حسب للقصد والغايات لو كان لي صار يحدث فيك كيف رضيت دنيا وفيها قطعنا كم من رحلات يوم التكدر وعن كل الرضا صديت وخالد كتب ما جرى ووضح لنا الابيات وصدق السماحة جميلة ما بها تشتيت ولو ما عمدني بكل القصد والغايات تعزيز موقف وناله بالسرعة جاريت خليت شعري داعب أجمل النسمات صوب البيئة صوب الفيافي وبر المنطقة عانيت وأنا أحب البداوة لو بها حالات يطغى وفاية بكل العاطفة والصيت ولنسى وداد الجميل ولسمع الشمات السيوق مني قداهم حطم التوقيت خذني الصدى صودها صوبهم في عالي الأصوات وصلت عندها ولحصل لي تصويت يا سلام صح لسانك. ووحده يقول يوم يقول يا فاتن أحبك مقدر مكتوب لي قبل ميلادي إن على القلب يتصدر وعن المهمات يزدادي تكبر بعيني نعم تكبر والله ما بحسبك عادي أنا أعترف فيك ما تأثر يكفيك لا تزيد يا عنادي زاد انفعالي ولا تشعر في جيتي رايح وغادي وانت تتغلى وتتكبر وتزيدني هجر وبعادي تذنب ولا يوم تستغفر وتشوفه لي حالها سهادي في حبك مدايم يفكر جفنة حرب طيبة لرقادي يا سيدي لو ترى بصبر شفت الصبر والصبر زادي يا غيمة الشوق اللي ممطر بسكون وبجوها الهادي لك في خفوقي كذا معبر تجري ومرجعك لفوادي الأرض يا زين تستبشر تقول أهلا لك تنادي وش عاد في حظي لقشر شوفتك أكبر من عيادي سلامتك. الله يسلمك بيض الله وجهك وياك أبيض يا مرحب أبو مهند أحياك الله الله يسلمك نحن ترى ما شاء الله يعني بدأ الوقت يعني يداهمنا فإذا عندك شيء كذا تريد تختم فيه جميل جزاك الله خير أبيات مرادة بيني وبين بعض الشعراء والأسماء المعروفة في السلطنة وخارج السلطنة وأقول أني بداية أقول إن كان تبغي تقول الشعر يا أبو حمد هذا المسا نور والليلة قمرنا هدى يا سدح دار المعزة جيت وبلا وعد يا حظنا ما ذهب بعد المسافة سدى ما خسر منه تعنى صوب داره قصد مجالسة عامرة وزين شوفه دوا عساه دايم بخير وبالهنا والسعد والمنزله بالقلوب اللو بعيد المدى من طيبها عندنا والله تساوي بلد أترجمتها الشعور والله يسلم هدى رد علينا الشاعر خليد بن حمد الجنيبي من ربعنا كان في رحلتنا قال يا أبو مهند كلامك عندنا معتمد من حيث وجهت شعرك يا عبودة اهتدى في مدح بنت الكرام اللي لنا هم سند الشعر يقطف ورودة قبل قطر الندى الطيب وخلاقها ووصوف مالها عدد يحير شعري بها حيث انتهى وابتدى والحسن دامك ذكرته نادر ومنفرد ينور الدار حسنها انظهر أو بدأ أسأل ربي يحفظها من عيون الحسد وتعيش يا رب دائم في نعيمك هدى إن شاء الله فأقول أني سلمى على ابن ساجر وابن عدوان ند ربعي هل الواجبة يوم اللقاء والندى سلام يا من ظهر في قامته وانفرد والله يسامح وجود اللي علينا اعتدى غالي قبلنا نشوفه غالي قبل ما نشوفه ذكر اسمه ورد الله يشرف مقامه بالجمال ارتدى العز والطيب يالله من حصاده حصد واللي طلبنا فدا نجي عشانها فدا ما دام دم نسب بجذورنا معتمد سلمى لها ما نكنا في القلوب الهدى يا سلام سلام رد علينا عبد الرحمن العمري يقول الحكم اللي هو من السعودية قال صح الله لسانكم ويقول هالمبتعد صح الله لسانكم ويقول هالمبتعد صيت الكرم دائما يطرد صداه المدى عاش البنات الرجال اللي خبرهم بعد بالمجد يسبق نسيمة خطوة المبتدا سلمى كما البدر من فوق الثريا صعد أما هدى كل عقيدة نور دينه وهدى العم من روس قوم من العزاوي تعد والخال من روس قوم من يدحرون العدا غيمة سدح تنتفض ما بين برق ورعد من جود هالجود
في مداتها اقتدى. رد علينا ناصر الهاشمي ابو حماد الله يحفظه يقول يا مرحبا بالقصيد اللي يوفي القصد في شف من لها في شف من له من له مواقف والعيون اشهدا بنات عمر العروبة والشواهد مرد واخوات ضيف الحشم والوافية والفداء احفاد حكل المراجل بالفعايل صمد والخال جابر نصايب لي ترد الصدى انا اشهد انكم نصيتوا من يصون الولد من وين مختار موسى من شعيبة الجدى يا سدح كلك تفاخر يوم يطري المدد مع راس سلمة التمايم والمساير هدى. سلام. رد علينا ناصر الغيلاني شاعر العرب قال مالي ومال المديح الا الغزل والوجد سالي ودربي بعيده عن ضجيج الندى ومن يوم شفت الفرايد شفت وجه السعد وحبيت جاري كرام القوم صوت وصدى بعض المعاني تجاوز بك نجوم وتمد خطام جزر القوافي بعض المعاني تجاوز بك نجوم وتمد اختام جزر القوافي والقصايد فدا واقول وانا كلامي ثابت ومعتمد ما شفت ما ريت ما واجهت سلمى وهدى لكنها نور من مصدره ما ينجح كذلك الطيب باخباره يطوف المدى وسلامتكم. مشكورين الشباب وجزاكم الله خير على هذا الحضور الطيب وحقيقه المنفرد مثل ما ذكرت في هذه القصائد فكلكم طبعا فردا فرد ولا يسعنا في اخر هذا اللقاء الا ان نشكركم الشاعر عبود بن سعود الجنيبي ابو مهند وكذلك بن ساجر عامر سلومه الشماس والشكر موصول الى ابو تيمور حمود بن سعود الجنيبي. الله يسلمك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.